بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمع وعلى أصحابه ومن سار على طريقتهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة حول جنوب أفريقيا ونماذج من الدعوة إلى الله عز وجل. قبل أن أتطرق إلى هذا الأمر، أريد من الإخوة المشاهدين أن يعيشوا معنا كأنهم معنا في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا تقع في أقصى القارة الأفريقية. ثانيا، أن هذا البلد كان محتلا من البيض الأوروبيين الذين سكنوا في جنوب أفريقيا وجعلوها مستعمرة، وقسموا السكان فيها إلى أربعة أصناف. الصنف الأول وهو صاحب المكانة وصاحب الدرجة العالية وصاحب المنافع، وهو الجنس الأبيض. ثم يليه الجنس الملون، وهذا الجنس الذي نتج بسبب زواج البيض من الأفارقة السود في جنوب أفريقيا أو من الآسيويين. الصنف الثاني، وهذا يحظى بالدرجة الثانية. الصنف الثالث وهو الآسيوي الذين جاءوا من الهند وجاءوا من ماليزيا وجاوا وغيرها. الصنف الرابع وهو صاحب الأرض، وهم الأفارقة السود في جنوب أفريقيا، ولكن هذا الصنف ليس محظوظا، هم يعملون فقط في هذا البلد وليس لهم حق التملك وليس لهم حق التعليم كغيرهم وليس لهم حق الذهاب إلى الشواطئ على المحيطين الهندي والأطلنطي أو الأماكن الراقية، ليس لهم الحق أن يدخلوا فيها. هذه نبذة بسيطة مختصرة للإخوة المشاهدين حتى يعلموا من هي جنوب أفريقيا. حينما جئت إلى جنوب أفريقيا تاركا دولة سيراليون في أقصى غرب القارة، مكثت هناك 10 سنوات، ثم جئت للدعوة إلى الله عز وجل في جنوب أفريقيا حوالي عام 1990 هنا في جنوب أفريقيا، ومكثت سنتين أتحسس الأماكن للدعوة إلى الله عز وجل. زرت أماكن مختلفة، ثم وجدت بعض الناس يعتنقون الإسلام، ولكن قدر الله لي أن آتي إلى هذا المكان في هذه القرية الصغيرة تسمى إكراس ميري أو فاينتاون، تبعد عن مدينة لانيزيا التي أقطن بها 15 كيلو، وتبعد عن جوهانسبرغ حوالي من 60 كيلو تقريبا. فجئت إلى هذا المكان هنا في زيارة لأحد المسلمين، فيها واحد مسلم هنا صاحب هذا البيت، كان بيتا صغيرا وله تجارة هنا بجوار هذا البيت، فقلت له نريد أن نقوم بالدعوة هنا، فرحب بهذه الفكرة، وجلسنا تحت هذه النخلة ندعو إلى الله عز وجل. أخذنا في خطوات مختلفة من أساليب الدعوة ومن نماذج الدعوة التي كان يقوم بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، حيث كان يدعو الناس فرادى ويدعوهم في بيوتهم ويدعوهم مجتمعين. كان يتخذ الوسائل المتعددة في سبيل أن يوصل الدعوة إلى الله عز وجل. وقد كنت مطبقا لسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ماشيا في الشوارع، ألتقي الناس، وكما ذكرت لك أيها الأخ المشاهد أن المواطن الأفريقي أي الأسود هنا في جنوب أفريقيا كان يشعر بأن اللون الأبيض هذا له مكانة كبيرة، لا يستطيع أن يصافحه بيده، لا يستطيع أن يأكل معه في إناء في طبق أو يجلس بجواره، لا يستطيع أن إذا وقف أمامه يقف في خشوع كأنك واقف في صلاتك أمام الله سبحانه وتعالى. فكنت أمشي في الشارع ألتقي الناس وأصافحهم، فكان هذا الأمر بالنسبة لهم أمر كبير، أمر عظيم، أمر جلل،
كيف هذا؟ هذا الصنف، هذا اللون المختلف عنا يصافحني بيده، ألتقي معه، أتكلم معه عن الإسلام، أترك الباب وأتكلم، ويخرج الناس من البيت أتحدث معهم أمام البيت. بعضهم يظن أني أبيض، بعضهم يظن أني مواطن هنا من الجنس الآخر الأسيوي، فأقول لهم أنا جئت من مصر. فحينما تقول لهم هذه الكلمة كانت تهز مشاعر قلوبهم، وكانوا يستمعون إلي في صمت وفي أدب وفي خشوع. منهم من يعتنق الإسلام بعد أن أبين له مباشرة، ومنهم بكل أدب واحترام يقول اتركني أفكر، أنا أريد أن أفكر ثم سأرجع إليك. وأخذت في ذلك متحركا في هذه القرية التي كانت بيوتها كلها من الصفيح، ما ندر أن تجد بيتا صغيرا من مبنيا من الطوب. حتى هذا المكان كان فيه غرفتين فقط وتراب، هنا لا يوجد هذا المنظر الذي تشاهده الآن. هذا بعد أن مكثنا هنا وبعد أن صار مركزا، ثم بعد ذلك تم تجديد بناء الغرف، وتم بناء البيت للمعلمين، وتم بناء السور، وتم تنظيف المكان بعد أن دخل الإسلام في هذا البيت وفي البيوت المجاورة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما أقول، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى حول كيف الخطوات الأخرى التي اتخذتها والنماذج العظيمة التي أخذت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.